المستخدمين المستشفى الجامعي اللي هو المشكل ديال التقاعد. هذا المشكل اللي خص يعرفوا الاخوان هو انه المستخدمين ديال المراكز الشفائيه الجامعيه فاس، مراكش، كازا، الدار البيضاء، اكادير حاليا، طنجه الى غير ذلك، كلها المستشفيات اللي تابعه اللي كيخضعوا المستخدمين ديال النظام ديال الاركاد، الا بخلاف المركز الشفائي الجامعي ديال الرباط اللي كيتخلصوا اللي عندهم نظام التقاعد، النظام المغربي للتقاعد. وحنايا هذا نظام التقاعد هذا راه هو نظام هشاشه، نظام اللي خرج موظفين للمعامل العاتي والى غير ذلك، وشفنا انه خرجوا ناس كازا الشهر 3000 درهم 2500 درهم، بحيث لا يعقل انه مستخدم يخدم حياته كامله وهو كيعالج في المرضى وفي الاخر ما يلقاش حتى باش يداوي الامراض المزمنه ديالو. كذلك هنا مجموعه من المشاكل هنايا على مستوى المستشفى الجامعي، كاينين مستحقات ديال الحراسه والازاميه عالقه منذ سنه 2020، كاين مجموعه من الازمات اللي حاليا ولينا كنشوفوها ما كناش عندناها هنايا في المستشفى الجامعي. كاين كذلك نقطه اساسيه، وحدتنا لازم تصمد، ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.